أعلنت السوق المالية السعودية تداول عن تحويلها لتصبح شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها. وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021، حيث أعلن التداول أيضا عن دعم أعمال الشركة القابضة في مجال الابتكار التقني من خلال إطلاق شركة وامض، وهي شركة جديدة متخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار. وينضم إلينا من الرياض محمد النوري المدير التنفيذي لشركة وامض. مرحبا بك أستاذ محمد، هل من الممكن أن تبين لنا أهداف هذا التحول، وهو التحول إلى مجموعة تداول السعودية؟ بالتأكيد، كل عام والجميع بخير. رحلة مجموعة تداول السعودية للتطوير بدأت منذ مدة تقريبا 2016، وتكلت ولله الحمد في 2019 لانضمام السوق السعودي لمؤشرات عالمية، وأيضا وجود أكبر اكتتابات حصلت في السوق السعودي خلال 2019. الآن بدأنا في مرحلة أخرى نطلع فيها إلى المزيد من التطور، للمزيد من التنافسية في السوق، لاستقطاب استثمارات أجنبية، للتركيز بشكل رئيسي ومهم على الابتكار في البنية التحتية للسوق. وهذا هو مضمون المرحلة القادمة لمجموعة تداول السعودية. كيف سيساعد هذا التحول، تحول المجموعة، من تحقيق أهدافها، وما هو دور وامض في هذا التحول؟ التحول عبارة عن من مجموعة تضم معها 4 شركات: تداول السعودية والسوق السعودي، إيداع، مركز إيداع، ومركز مقاصة، ووامض. العمل سيكون بشكل تكامل بين الأربع الشركات: تداول وإيداع ومقاصة ووامض. الاستقلالية لوجود 4 شركات بأعضاء مجلس إدارة لكل شركة يعطي أكثر سرعة في اتخاذ القرار ومرونة، والأهم التركيز على الابتكار في المرحلة القادمة للمجموعة. دور وامض رئيسي ومهم في التحول، للتركيز بشكل أكبر وأهم على الابتكار، لوضع بنية تحتية قوية للانطلاق بمجموعة تداول السعودية للمرحلة القادمة بإذن الله. نعم، إذا أردنا أن نسأل عن المنتجات لوامض، ما هي المنتجات التي تقدمها شركة وامض؟ في المرحلة السابقة تم تحديد 9 مبادرات. المبادرات تستهدف سواء المستثمرين الأفراد أو الشركات، سواء المستثمرين المحليين أو المؤهلين الأجانب، وبالأهم نستهدف أيضا المؤسسات المالية التي تعدى عددها اليوم في السوق السعودي أكثر من 100 شركة. نتمنى أن نعمل معهم، نتمنى أن نطور معهم السوق المالي، يكون أكثر جاذبية وأكثر تنافسية. نعم، جميع الأسواق المالية اتجهت إلى التقنية، ما دور وامض في دعم هذا التوجه في المجموعة السعودية لشركة تداول؟ حكم ذكرك للأسواق العالمية، اليوم السوق مجموعة تداول السعودية تعتبر، أو السوق السعودي يعتبر، من ضمن أكبر 10 أسواق في العالم، وبالتالي أي تطور يدفع بالأسواق كاملة للتطور. وامض سيكون لها دور كبير في استغلال الثروات الموجودة في مجموعة تداول السعودية من البيانات والمعلومات التي يمكن نقدمها إلى شركائنا لتحسين تجربتهم وتطوير تجربتهم في السوق السعودي. سنوفر بنية تحتية قوية لمجموعة تداول السعودية، سواء لمقاصة، إيداع، وتداول السعودية، لتقديم منتجات أكثر ملائمة وأكثر تطوراً لعملائنا. نعم، محمد النوري المدير التنفيذي لشركة وامض، شكرا جزيلا لك.